يلا. حالة من الحالات المهمة جدا جدا نشوف، وهنشوف الإعادة. ستوب، هرجع تاني كده. هنا هاني خيري من الحكام الممتازين جدا كابتن أيمن، ولكن خلي بالك لا تأمن غدر المباراة كابتن هاني. وأنا بقول لك انت النهارده لازم يكون عندك توقع، زي ما بتكلم على البنا عنده توقع. نشوف هاني خيري فين يا كابتن احمد، كابتن اسامه واقف غلط فين عشان تقول الكره عبرت بكاملها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه. لابد انك انت كحكم مساعد من فضلك يبقى عندك التوقع صح. يبقى انا هنا تقريبا هنا 6 7 يارده، انت كان يجب عليك هاني انك انت توصل هنا على الخط تمام كابتن عشان تقدر تحدد. طب النهارده لو ما كانش فيه الفار كان هيبقى هدف مؤثر في نتيجه المباراه. الفار النهارده انقذ الحكم المساعد هاني خيري، رغم ان انا بقول هاني خيري من الحكام المتميزين جدا، ولكن يا هاني من فضلك انت النهارده كحكم مساعد تتوقع لو انك انت تتوقع ان النهارده صلاح محسن استلم ومسدد مره واحده بتيجي تخش الهدف. وهنا انا بقول ان الفار النهارده صبحي العمراوي امتياز النهارده لان هو رجع. بس هو كابتن بعد اذن حضرتك، هو لو وصل لحد الرايه والخط ممكن القائم يبقى عائق لرؤيته للكره دي معاك، بس انا مش بوصل عشان خاطر اخلي القائم يغطي اللعبه، انا ممكن اخد نص خطوه يمين نص خطوه بالزبط. شمال هتبان يا كابتن اللعبه، ده القائم هو اللي يحدد لك الهدف. لا هو ممكن ما يشوفش الكوره يا القائم، هي برضه صعبه، هو اللي يحدد لك جداً الهدف. هو كابتن ايمن بيتكلم على القائم القريب. أيوة القريب اللي ممكن يحجب الكره بالظبط كده، او ما يبانلكش هي مرت او عبرت او لا. ولكن انا بقول عندي الحلول يا كابتن ايمن. طبعا دي طبعا تقنيه المرمى ده موضوع تاني ممكن نتكلم في حلقه. في حاجه حل افضل، الساعات اللي بتتحسب بالظبط كده. يعني انت ليه بتدور على حكم يبص كره على من 100 يارده وبتاع ويقف غاليه بيقول لك تقنيه، والكره دي صعبه جدا على الفيسبوك، صعبه جدا. تقنيه غاليه، ايه غاليه دي يعني؟ التقنيه يا كابتن دوري مليار جنيه يا كابتن، غاليه ايه؟ غاليه يا كابتن اتفضل. كابتن احمد التقنيه غاليه لانك انت النهارده مش بتعمل بس اللي هي الموضوع، مش موضوع ساعه، الموضوع موضوع قائمين وعارضه. خلي بالك موضوع خطوط، لان هي الكره لما بتعبر هي بتعمل ايه؟ بتعمل ذبذبه او اشاره في الساعه بتاعت الحكم ان دي عبرت او ما عبرتش. دي كلها بتبقى تقنيه لابد ان هي تعديل على المرميين وعلى العارضه وعلى الكره وعلى حاجات كتير جدا. فاحنا خلينا نتكلم بس في التقنيه العاديه اللي احنا يعني يجب ان احنا نطورها. لسه بدري على التقنيه دي، نطورها بشكل افضل عشان نقدر ان احنا النهارده الفار ما يتاخرش فيه. ما ردتش عليا برضه، لسه بدري على التقنيه دي. لسه طبعا قدامنا فتره شويه. تاني بقول لهاني يعني هارد لك هاني. وهنا الفار هنا انقذ الحكم مساعد في الهدف، وهدف طبعا صحيح 100% لصلاح محسن. نروح للحاله